مرة أخرى مشاهدينا وعودة إلى لقائنا الطبي وضيفنا الدكتور علاء النجار. تكلمنا عن التجميل ويعني أولوياته وأهميته بالنسبة للأطفال، موضوع الإصابات، الحوادث، الرياضة العنيفة، وقوع في المدرسة وخلافه. هنا بيعتقد الموضوع هياخد شقين، هياخد شق شبه إن هو حاد وطارئ، لابد من التدخل السريع للتعامل عن مشكلة قد نتجت عن الاختلال في الأداء الوظيفي، وبعدين بيعقبه الجانب التجميلي التكميلي لناتج عن الإصابة. يعني هنا بقت المشكلة ذات شقين. أنا مش عارف إيه رأيك في الحكاية دكتور علاء. طبعا نقطة الإصابة ونقطة إمتى نتدخل. الشخص بيتخبط في أنفه زي ما قلنا، الأنف هي أكتر منطقة بارزة من الوجه. أيوة. يعني أكتر منطقة معرضة للإصابة، يعني أكتر منطقة معرضة للتغيير. أكيد. بمجرد أن الواحد يتخبط سواء في رياضة أو في مدرسة أو في لا قدر الله حادث سير أو حادث سيارة، لازم يراجع طبيب الانف والاذن، ويا ريت يبقى طبيب مختص في جراحات تجميل الانف. اول اجراء الطبيب بيعمله ان هو بيجري الفحص العام عليه، بيشوف هل في كسر حصل في عظام الانف. دي نمره واحد بنحب نطمن جدا عليها، ودي بتظهر بالفحص الاكلينيكي. الحاجه الثانيه هو الفحص داخل الانف، لان ساعات بيحصل تجمع دموي داخل الحاجز الانفي، ده بيكون مشكله. لو اهمل سواء بقصد او بجهل قد ينتج عنه تشوه او تدمير كامل للحاجز الانفي، ويليه سقوط في شكل الأنف. ما بيظهرش الكلام ده في الأسابيع الأولى من الخبط، بيظهر بعدين. من هنا دور الفحص الدقيق في أول 24 ساعة من الإصابة أو الخبطة أو الحادثة أو إلى آخره. بعد كده ممكن نستعين بعمل أشعة، صورة أشعة عادية خالص للأنف وعظام الأنف، بتبين في شرخ في كسر، وبتبين إذا كان الكسر ده في مكانه أو منقول. بعد كده بنجلس مع المريض، ودي نقطة هامة جدا، بنشرح فيه أهمية التدخل إذا كان في سبب، بمعنى في انحراف في شكل الأنف أو حصل تجمع دموي أو حصل خلع في الحاجز الأنفي أو ما يسمى بالوتيرة عند بعض الناس. ليه بنتدخل؟ علشان نمنع حدوث مضاعفات. إيه المضاعفات؟ زي ما قلت، سقوط في شكل الأنف أو تشوه في شكل الأنف قد يكون دائم وقد يكون علاجه مستقبلا مكلف وصعب. تدخل ممكن يكون في خلال 14 يوم، وفي الحقيقة بيدي أفضل نتيجة. إذا كان في كسر في عظام الأنف، كل اللي احنا بنعمله بعملية بسيطة من داخل الأنف، رد للكسر زي أي كسر في أي حتة في جسم الإنسان. كسر بيترد اللي هو في عظام الأنف، وبنعمل له كبيرة خارجية بتقعد حوالي 6 أيام على الأنف من بره، وبيخرج المريض زي ما قلت في نفس اليوم. الميزة في الحقيقة في جراحات التجميل والتغير اللي حصل فيها في آخر 20 سنة، اللي هو فكرة تأثير مدة إقامة المريض، وده اللي هو حصل مصاحب للتغيرات الكثيرة والتقنيات العالية اللي حصلت في جراحات التجميل، في أنواع الخيوط المستعملة، الجباير المستعملة، الحشوات اللي كانت بتخوف مرضى كتير جدا يعملوا عمليات للأنف. النهاردة أصبح فيها تقدم هائل جدا، الأدوات الجراحية نفسها أصبحت متقدمة. كل ما بيحصل تقدم ولو بسيط في النهاية بيكون مردوده إيجابي على مريض الأنف، اللي هي المنطقة اللي احنا قلنا مركز الجمال في الوجه. طيب هتيجي بقى نقطة مهمة، اللي هي نقطة الاختيارية. الشخص اللي ما عندوش إصابة أو ما عندوش سبب يدعوه إن هو عايز يغير شكل أنف، ولكن لسبب ما حاسس إن شكل أنفه مش متناسب مع وجهه، حد اداله ملاحظة إن يا فلان شكلك كذا، مناخيرك طويلة معقوفة معوجة مدببة، ويجي لك دكتور علاء أنا عايز أغير شكل أنفي، ايه هي المقاييس اللي بتحد هذه العمليه يعني؟ وهل الباب مفتوح على مصراعيه للاختيار المطلق للفرد، ولا في برضه مقاييس ومعايير طبيه بتنظم العمليه؟ هبتدي من نهايه السؤال، هل في مقاييس ومعايير، وهضيف كلمه محاذير كمان. في طبعا معايير ومقاييس. لازم شكل الانف يكون ملائم لشكل الانوف في البيئه اللي احنا عايشين فيها، بمعنى ان الانف العربيه ليها صفات، الانف الاوروبيه معروفه ليها صفات بارزه جدا، الأنف الأسيوية معروفة لها صفات منخفضة وقصيرة. لما نيجي نجري عملية تجميل في بيئة زي البيئة اللي احنا فيها، البيئة العربية، لازم نلتزم حرفيا، وبركز على نقطة حرفيا، وبناقشها مع المريض بتاعي كويس جدا في جلسة هادية في العيادة، وباخد وقتي مع المريض ان احنا عندنا حدود نقدر نغير الأنف من أنف إلى أنف آخر تماما، ولكن ده بيكون مخالف تماما للمقاييس والمعايير. بمعنى لو عملنا له أنف بالشكل اللي هو عايزه مخالف للمقاييس والمعايير اللي احنا عايشين فيها، هيبقى له مشكله، هيبقى مشكله للشخص نفسه، لانه هيبقى مختلف تماما عن البيئه اللي هو عايش فيها. بمعنى ان التغييرات اللي احنا ممكن نعملها لشخص ما عندوش هيستوري، يعني اصابه سابقه او اتخبط او الى اخره، بتكون تغييرات بسيطه علشان تدي شكل افضل. والافضليه بركز على انها نسبيه، الافضليه ليست مطلقه،
علشان كده بتبقى أهمية الجلوس مع المريض في العيادة، مناقشة متطلباته وإيه الإمكانيات المتاحة عندي اللي أنا أقدر أساعده بيها، دي نقطة مهمة جدا. وده يظهر في بعض الصور اللي أنا أحب أعرضها هنا. دي صورة لبعض المرضى اللي عندهم ارتفاع في ظهر الأنف أو المنطقة المعروفة بظهر الأنف مع انخفاض في مقدمة الأنف، ودي معظم الحالات اللي بنشوفها في المنطقة العربية عندنا عكس الأنوف الأوروبية. الأنوف الأوروبية عندهم مقدمة الأنف طويلة عكسنا تماما، احنا عندنا مقدمة الأنف دايما بتميل إلى الرجوع للخلف، وظهر الأنف هو دايما بيبقى العالي، بيسموه بامب او هامب. دايما بيجي العين عايز يوطي شوية الحتة دي ويعلي شوية بحيث يحصل نوع من التناسق في شكل الأنف. عايز ارجع في النهاية اقول انها وجه الأنف عبارة عن اللوحة، الأنف بيتوسطها، اي خلل في اللوحة دي ولا سيما متوسط اللوحة يحدث خلل غير عادي في الوجه. هدفنا عمل توازنات بسيطة جدا مش كتيرة لإعادة التوازن للوحة الجميلة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى صورها للإنسان. طيب هنا الناس عندها اعتقاد طول على ان عمليات تجميل انف دي عمليات مؤلمه جدا وبيحصل بعديها الم فظيع، والناس بتاخد مسكنات ومهدئات، والوجه بيبقى شكله كانه في تجمعات دمويه ومزرق ومخضر، في هلع، رغم ان هناك سباق محموم على عيادات تجميل انف وساعات تجميل ادرى مني في اوروبا وفي امريكا وحتى في منطقتنا العربيه. نقطة المضاعفات دي نقطة في الحقيقة ما يجبش ان احنا نهملها، ولكن في نفس الوقت ما يجبش نديها اكتر من حجمها يعني. ولا نضخمها. عمليات الانف طبعا كما نعلم هي تتعمل تحت مخدر عام، ولكن قد تجرى تحت مخدر موضعي بدون اي مشاكل، وده حسب رغبة المريض وحسب يعني في مريض ما بيخافش او ما عندوش قلق او كده، ده ممكن يعملها تحت مخدر موضعي، بمعنى ان احنا بنخدر فقط الموضع اللي هو الانف اللي بنجري فيه العملية، بقية الجسم بقى صاحي، يعني خلص العملية بينزل على رجليه رايح سريره، بعد ساعتين بيروح البيت. المخدر العام بيكون الجسم كله طبعا في حالة ثبات، نايم تماما، بيحتاج ان يفوق من البنج، بيحتاج 6 ساعات في المستشفى على الاقل لغاية ما يغادر المستشفى. فاذا قضية التخدير دي قضية محلولة وسهلة وبقت امنة جدا الحمد لله، عشان الحاجات اللي بنستعملها سواء مواد في التخدير او اجهزة وتقنيات عالية اصبحت بتسهل جدا عملية التخدير. ازاي احنا بنعمل العمليه؟ بنعملها من داخل الانف بدون اي جروح خارجيه، عشان دي نقطه بتقلق جدا. عيان بيقول لك يا دكتور انت هتشق لي انفي، يعني دي نقطه بتهم جدا المريض في الحقيقه. صح. فبنقول له لا اطمئن، مفيش اي شق، العمليه كلها من داخل الانف، مفيش اي حاجه ظاهره، والا ما تبقاش عمليه تجميل. الحاجه الثالثه والمهمه دايما بيسال عليها المريض اللي هي الحشوات. الحشوات مؤلمه جدا يا دكتور، ودي اكتر حاجه بتتعبني. صح. مثلا بعد ما بشيل الحشوه، النهارده قلنا حصل تقدم كبير جدا، ما بنحطش حشوات، في قطع صغيره جدا تامبونز، حاجه سفنجات رفيعه جدا بتحط داخل الانف وتتسحب ثاني يوم مباشره بعد 24 ساعه، وفي نسبه كبيره جدا من العنين ما بنحطش حشوات خالص. جميل جدا. بالنسبه للتورمات اللي ممكن تحصل، الحمد لله ان الجلد عندنا في المنطقه العربيه من النوع السميك والداكن اللون، مش فاتح ونحيف زي الجلد في اوروبا وفي امريكا. نعم. فما بيبانش فيه التورمات، لو فيه تورمات ولو حصل تورمات بتكون مؤقته وبتزول باستعمال الكمادات والادويه بعد 3 أو 4 أيام. طيب بناخد وقفه تانية قصيره مشاهديه مع دكتور علاء، وبنرجع نكمل الكلام في هذا الموضوع.